بونجور اتوتي اتوس، احنا قائمة الرأي الوطنية، قائمة مستقلة ليس نيميرو 45، قائمتنا فيها مجموعة من الكفاءات التونسية اللي حضرت برنامج للجالية. البرنامج نتاعنا سي دي ريفونديكاسيون ليجيتيم تاع الجالية، المبدأ نتاعو سي لا سيتويانتي ابارونتيير، المبدأ اللي مش ندافعوا عليه ونواصلوا ندافعوا عليه، المبدأ هدايا يخلي التونسي اللي عايش برا مساواة ما بينه وما بين التونسي اللي عايش الداخل. البرامج نتاعنا فكرنا في التوانسة الكل، فكرنا في الحارق، فكرنا في الطالب، فكرنا في اللي بيرسوناجي. البرنامج نتاعنا تنجموا تطلعوا عليه على الباج فيسبوك دي لومبليم ناسيونال. اليوم انا ندعيكم باش تكونوا فورس دي بروبوزيسيون معانا، اليوم انا ندعوكم باش تساندونا وتكونوا في الموعد لو 20 21 22. اليوم نقول لكم اليد في اليد حتى تبقى الرايه الوطنيه مرفوعه للابد، والسلام عليكم ورحمه الله.